بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ووقفنا عند تعريفنا للأمية التي جمعت فيهم، فقيل ومنهم أميون، فقلنا إن أصح الأقوال في الأمية أو أجمع الأقوال في الأمية هي أن ينسب الإنسان إلى أمه، فيقال أمي يعني منسوب إلى أمه، كأنه لم يعلم شيئا من ثقافة الوجود حوله، فهو كما أنزلته أمه. ونظرا لأن التعلم الذي يخرج الإنسان عن الأمية إنما يكون باكتساب العلم ممن يعلم، واكتساب العلم ممن يعلم يعطيه خصوصية أنه متعلم أو مثقف كما نسميه. إذن فمن يعلم خاص من عام لا يعلم، ولذلك التقت الكلمة مع المعنى اللغوي حين يقولون إن الأمي منسوب إلى الأمة وهي الجماعة، لأن جمهرة الأمة وجمهرة الجماعة لا تعرف شيئا في العادة الأولى، والتعليم يكون لطائفة خاصة، ومن ذلك تنسب إلى العامة أي الذين لا يعلمون شيئا، لأن معرفة العلم كانت له طائفة خاصة تعلمه. أو ينسب إلى الأمة بمعنى الخلقة، فكأنه كما خلق كما برضو كما أنزل. إذن فالمعاني كلها ملتقية في أنه هو الذي لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله، سواء قلنا أنه نسب إلى أمه كما أنزلت، أو نسب إلى الأمة التي هي الجماعة لأن الشائع فيها أن الذي يعلم هم الخاصة فيها لا العامة، والأمة تشمل العامة كلها، أو هو منسوب إلى الخلق أي كما خلق لم يحقد شيئا من حظ الوجود. إذن فالمعاني كلها ملتقية. ومنهم أميون، أراد الله سبحانه بهذا أن يصنف لنا أهل الكتاب، وهم المعسكر الثاني الذي ناهض الدعوة الإسلامية. فالمعسكر الأول كان في مكة من المشركين، والمعسكر الثاني كان في المدينة من أهل الكتاب. وأهل الكتاب كما نعرف يطلقون على أتباع المسيح عليه السلام وعلى أتباع موسى، ولكن الجمهرة التي تكون مجموعة لها قيمة هناك إنما كانت من اليهود. إذن فالمقصود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تصنيف اليهود الذين لهم جمهرة ولهم جماعة ولهم تواجد في المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتصنيف هنا حين يقال منهم كذا، يبقى لابد أن نعلم أن ومنهم كذا، ما دام منهم أميون يبقى ومنهم غيره أميين. يبقى إذا ما دام يأتي منهم اللي هي التبعيض، يبقى لازم نجيب الايه المقابل، ولذلك سيأتي المقابل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذا فهؤلاء هم المقابل، يبقى فيه أميون ما يعرفوش الكتاب ولا يعرفوش حاجة، ومنهم من ايه يعرفوا الكتاب. إذا فهذا التصنيف يعطينا
أن قول الحق سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا تظن أن كل جمهرة اليهود ممن يعلمون الكتاب، فكأن ذلك فيه شبه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجمهرة اليهودية لم تؤمن به. ما دام عندهم في الكتاب نعت رسول الله، هل الجمهرة اليهودية في المدينة تقف هذا الموقف من رسول الله؟ فكأن الله يعزيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ فكأن الذين يقفون في هذا الوجه من غير مين؟ من غير الأميين. فلو أنهم كانوا يعلمون جميعا ما في التوراة من نعته صلى الله عليه وسلم ومن وجوب الإيمان به لأقبل على الإيمان بمحمد نفر كثير. إذن فومنهم أميون يعطي عزاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذين يقفون هذا الموقف هم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الله، والباقون تابعون لهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إحنا نعرف أن العلم هو المعرفة، وكما قلنا أن تعلم نسبة يقينية وعليها دليل، هذا هو الإيه؟ العلم. لكن هذا العلم لأي كتاب؟ الكتاب اللي هو التوراة، لأن مش ممكن نقول ومنهم لا يعلمون الكتاب أي القرآن، لأن احنا بنطلب منهم أن يقبلوا على منهج القرآن وعلى نبي القرآن وعلى الإسلام الذي يأتي به دستور القرآن. يبقى الكتاب المقصود به إيه؟ يبقى المقصود به التوراة. فكأن كلمة الكتاب حين تطلق على كل كتاب أنزله الله بمنهج رسول ليبلغه إلى أمته، ولكنه حين يطلق إطلاقا عاما لا ينصرف إلا إلى الكتاب الخاتم اللي ما فيش كتاب سيستدرك إيه؟ سيستدركه عليه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لم ينفي مطلق العلم وإنما نفى خصوصية العلم بدليل أنه استثنى وقال يعلمونه أماني، فكأن الأماني هم الذي يعلمونها من الكتاب. ما هي الأماني؟ الأماني في عرف اللغة تطلق مرة مخففة، يقال أمانية بدون تشديد الياء، ويقال أمانية يعني بتشديد جمع ايه؟ ان كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية، وان كانت بالتشديد تبقى جمع أمنية. فان شددت في المفرد يبقى شدد في الجمع، وان خففت في الايه في المفرد تبقى تخفف. ما هي الأمنية؟ حينما نستعرض القرآن نجدها وردت ايضا في القرآن في هذه الآية وفي قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ووردت مفردة في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا أردنا أن نعرف تمنى سنأتي بالمصدر ويقول على قياس اللغة نقول تمنى إيه؟ تمنيا. إنما مازم قال وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما قالش ألقى الشيطان في تمنيه، ألقى الشيطان في إيه؟ في أمنيته. فجاب المصدر بتاع التمني سابه وجاب كلمة إيه؟ أمنية. فكأنه عدل عن المصدر بالاسم المسمى بأمنية. ما هي الأمنية؟ الأمنية هي الشيء يتمناه الإنسان، وقلنا في التمني سابقا أنه لا يكون ممكنا، يكون إيه؟ مستحيل، يكون مستحيل لأنه من أنواع الطلب الإيه؟ المستحيل. ولذلك إذا ما بيبقاش له وجود، ما بيبقاش له إيه؟ وجود. ولذلك سموا عرفوا التمني بأنه من معانيه اختلاق الأشياء. ولذلك لما قال الصحابي
ما تمنيت مذ أسلمت، يعني ما إيه؟ ما كذبت مذ أسلمت، مذ أسلمت. يبقى من معاني التمني الكذب وإيه؟ والاختلاق. ومن معاني التمني أيضا القراءة، تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني قرأ وعليه أرادوا، على هذا المعنى أرادوا أن يفسروا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناه من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. ودي لها قصة يجب أن نتعرض لها هنا، لأنها دائما حين تأتي كلمة التمني لازم تيجي هذه القصة، لأن دي مدخل لكثير من الناس ممن يريدون أن يشككوا في صدق القرآن نقلا عن الله بواسطة رسول الله. في سورة النجم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفتمارونه على ما يرى، إلى أن قال عند قوله سبحانه: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. كان ذلك من دس الشيطان، لأن الغرانيق يعني الأصنام وعلى وشفاعتهن ترتجى، دي كلام مش لا ينسجم مع منطق القرآن في في دعوة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. تلك الغرانيق الأولى العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله آياته، فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يريدون أن نتمنى بمعنى قرأ، وإذا ما قرأ الرسول أو النبي ما ينزل له من الله يقوم الشيطان ينفس بعض أفكاره في منطق الرسول، ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله إذن برضو ربنا مش هيسلم على هذا أيضا، الله لن يسلم. طيب ما دام الله لن يسلم نبحث بقى الآية كده على إن يعني بعيد عن الحكاية دي، نقول له تعالى بقى: لو أنك فطنت إلى قول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وقلت تمنى بمعنى قرأ، وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، يبقى مش هيسيب رسوله ويغلف على طول، يخلي الشيطان يحط كده، إنما ربنا يصفيه. يبقى إذن ضمننا أن كل ما ينتهي إليه الرسول مصفا، يبقى اللي حننتهي إليه أولا أن كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا، يبقى اطمأننا على أن ما فيش حاجة مما ألقى الشيطان حين تمني رسول الله أو قراءته حيبقى لنا مدام ينسخ الله ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه الشيطان بقى؟ ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه؟ ما دام
ما دام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم، يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم، ما قالكوش الا المحكم. ثم تعالى ابحث بقى في الايه بحث كده بالعقل كده. اولا ما هو الرسول؟ الرسول انسان اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغه، مش كده؟ طب وما هو النبي؟ النبي هو ايه؟ برضو اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى له خصوصية يعني ما دام امرش بتبليغه. طب اوحي اليه بشرع لم يعمل به، يبقى الشرع ده بتاع ايه ما دام مش لا يبلغه؟ يبقى شرع الرسول اللي ايه اللي قبله. يبقى اذا ما جابش حاجة جديدة، اذا مش هيقرا على الناس شيء جديد. فإذا قلتم ذلك في الرسول في أن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الآية ما جاتش ولا نبي، كان يمكن الكلام ده ينقال، إنما ده النبي لا بيقرأ حاجة ولا بإيه ولا بيقول حاجة، يبقى ما فيش إلا كلام الإيه. وما دام النبي جيت في الحكاية دي يبقى لابد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة، لأن القراءة ما فيش نبي جه وقال النزل عليها كلام اسمعوه وأقرأ وأعمى، ما حصلش الحكاية دي أبدا أبدا. بيشوف الشرع اللي قبل منه ايه وبيعمله، يبقى هو مقروء من الرسول الذي ايه الذي سبقه. يبقى ساعة يقرأه النبي اذن سيقرأه محكما ام غير محكم؟ محكم. يبقى ما فيش فيه المنسوخ، ما يبقاش فيه. يبقى ما دام قال الله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى التمني لازم يصدق في الرسول وفي النبي. إن قلتم بالقراءة نقول النبي ما بيقرأش لأنه لا يقرأ إلا ما أخذ من مين؟ من الرسول الذي هو قبله. والرسول اللي هو قبله حيجيب الكلام بما ألقى الشيطان وبالمنسوخ ولا حيجيب المحكم بس؟ يبقى إذن التمني لا يتأتى بهذا المعنى في منطق الآية، في منطق الآية ما يتأتاش. يبقى ابحثوا للتمني عن معنى آخر غير منطق هذه الإيه؟ نقول له طيب يبقى التمني امال هنا ايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. نقول الرسول والنبي، الرسول جاي بشرع يبلغه ويعمل به، النبي الشرع هيعمل به بس، يبقى اسوه سلوكيه فقط، اسوه سلوكيه بس. امنيته ساعه ما يكون اسوه سلوكيه، وامنيه الرسول ساعه ما يكون اسمه اسوه سلوكيه وبلاغيه. امنيه ايه الرسول؟ مش ان ينجح في مهمته؟ طب ينجح في مهمته بماذا يكون؟ بحمل الناس، مش كده، على المنهج الذي بلغه عن الله وعمل به ان كان رسولا، او عمل به ان كان نبيا. يبقى امنيته ايه؟ أمنيته أن يشيع ذلك المنهج إن كان رسولا فبلاغا وسلوكا في الناس، وإن كان نبيا فسلوكا أمام الناس. دي أمنيته. ولكن هل ترك الله الناس للرسول ليبلغهم عن منهج الله، ولا هناك عداوة مسبقة وشيء ربنا عمله بينزغ في قلوب الناس وهو الشيطان، مش كده؟ يبقى الذي يضع العراقيل أمام أمنية كل رسول من هو؟ إنه الشيطان. إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يبقى التمني بتاعه إيه؟ هو حب أن يحصل شيء. إيه اللي يحب أن يحصل؟ أن يسود منهج الله في الأرض لينتظم حركة الناس. ولكن هل ترك الرسول ومنهجه يبلغ للناس بدون من يضع أمامه العراقيل؟ من الذي يضع العراقيل؟ الشيطان. يبقى وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي أحب، مش كده، أن يسود منهجه في الوجود. ولكن الشيطان لا يدعه يتم هذه المهمة بسهولة، بل يلقي في طريق مهمته وما يحبه العقبات. ولكن أرأيتم رسولا خزل عن رسالته أبدا؟ كل رسول جاء إما أن كان زمان
قبل أن يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ربنا يعني يجعل العذاب من البشر للبشر، بل كانت السماء التي تتولى التأديب، يتغرق يتخسف تعمل أي حاجة. إذن فهل رأيتم رسولا أسلمه الله إلى القوم وإلى الشيطان يضعون العراقيل، ولا كل رسول تمت رسالته إما بإهلاك من يخالفه وإن جاء من إيه من آمن به والرسول ينتصر ولا؟ إذن يجب أن نفهم الآية على قول على معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي أحب حبا شديدا قد يبلغ درجة الاستحالة، وإنه أمر مش ممكن، لأن مش ممكن الناس كلها إيه تبقى مؤمنة. وبعد إلا إذا وهل الشيطان يدعه في تمنيه؟ لا، يضع العراقيل وينصب الفخاخ للناس ليأخذهم عن منهج الرسول والداعية. ولكن أيترك الله الشيطان يفعل ذلك مع كل الناس؟ لا، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله إيه؟ ثم يحكم الله آياته. وبذلك لا ندع مجالا أن رسول الله حين كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل فيلقي فيما يلقيه الرسول كلاما، وإن كنا سنقول بعد ذلك أن الله سننبه إليه وينفيه، بل إحنا نفيناه من أول الإيه؟ من أول الأمر. يبقى هذا المعنى على هذا، يبقى على هذا الضوء وعلى هذا التفسير يبقى انتهت كلمة ايه وما أرسلنا إلى آخره. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يعني ايه؟ يأتي بها القوم ليقولوها للأتباع، والأتباع ليست عندهم عقلية التثقيف ولا الترجيح ولا المعرفة فيصدقونهم فيما إيه؟ يقولون. فيما يقولون، ولو ظن إن دي الغالب، وإنهم إلا إيه؟ يظنون. فكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا على أن فساد كثير من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ من المبلغين لها، ينشأ من المبلغين لها. ليه؟ لأن هناك أناس تأتمن أناسا على أن تقول لهم ما انتهت إليه. ولذلك يأتي الواحد الأمي أو الذي لا يعني غير المثقف فيسأل عالما عن حكم من الأحكام الشرعية فيأخذ منه الحكم ويطبقه تطبيق إيه؟ مسلم به، لا يناقش، ما عندوش أداة نقاش، ما عندوش خزينة، ما عندوش معلومات علشان يقعد يرجح، لأنه لو كان من أهل الترجيح لأخذ الأدلة واستنبط هو. أهم دول هم الذين يتبعون الإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى يأتي في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم الله. طب ده هو قايل ولا تزر وازرة إيه؟ وزر. يظن بعض الناس أن في الآيتين ما يوهم التعارض، ده هو قايل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبعدين يجي يقول يحملوا أوزارهم إيه كامل؟ يحملون أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم. طب ما أوزار مع أوزارهم ليه؟ قال لك لا، ده هي أوزارهم. ليه؟ لأن هناك فرق بين أن يضل واحد فيبقى ده وزره في أن نضل، وأن يضلل غيره فهناك إضلال. إذن فهناك وزر للضلال في ذاته ووزر للإضلال، إنما الاثنين بتوع ولا لا؟ حين يضل غيره يضل هو يبقى ده وزره، ويضل غيره برضو وزره برضو. كل ما حد يعمل بالحكم اللي هو قاله يبقى له إيه؟ يبقى إذن وأوزار مع أوزارهم. يبقى إذن يجب أن نفهم أنه لا تناقض في الآيتين، وأن الاثنين سواء كان وزر الضلال أو وزر الإضلال، الاثنين من مين؟ من واحد. الاثنين من واحد. بس بيقول له احذر أيها الإنسان حين تضل يكفيك ضلالك، فلا تحاول أن تنقل ضلالك إلى، لأن كل غير يعمل بما أوحيت إليه من ضلال سيكون وزره. ولكن انت تبقى بتاعك ولا مش بتاعك، ولا جابوله كده؟ يبقى جابوله كده. ولذلك يبقى الذي ضل وحده يبقى عليه وزر ايه؟ واحد. والذي ضل واضل
يبقى عليه وزره، هو وزر مين؟ طيب وزر من وليه بقى؟ أم قال لك لأن ده راجل أمي واستأمنه على دينه واستفتاه في أمر من الأمور فقال له بهذا، يبقى إذا ندوك يمكن ما يبقاش له ذنب. نجي نقول له طب ما له الذنب ما يبقاش وزر بقى؟ نقول له لا، ده كان المفروض في الإنسان يتنبه جيدا أن مسائل التي تتعلق بالدنيا شيء والمسائل التي تتعلق بالدين شيء آخر، لأن خسارة خداع الفتوى في أمر الدين أن تخسر صفقة يعني منتهية في أمر دنيا، لكن الصفقة اللي خسرتها ستدوم عمرا طويلا، ستدوم خلودا، كان يجب برضه. ولذلك أنا أنصح كل إنسان أمي لا يعرف حكم الله واستنباطه في شيء أن لا يكتفي حين يستفتي أن لا يكتفي بواحد في الفتوى، يبقى ينقل الفتوى هنا وينقل الفتوى هنا ويقول له والله ده أنا قلت لفلان فقال لي كذا وقلت لفلان فقال لي إيه قال لي كذا، ليعلم جيدا موطن الحكم من إيه، من قضية الحق. يبقى يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه أماني وإنهم إلا يظنون. ونحن عرفنا أن الظن كما سبق أن قلنا هو نسبة إيه راجحة، إنما هي مش إيه مش لا متساوية ولا نسبة إيه راجحة. نسبة إيه راجحة، يظنون إنهم على حق فبيستفتوهم وبيستبعهم كده. طيب فإذا كانت التمني بمعنى القراءة، نقول له يبقى التمني إن كان بمعنى القراءة كما ورد في اللغة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة لسان فقط. وفيه فرق بين أن تقرأ ولا تفهم كالذين يحملون إيه ولا يفهمون من أشياء. ولذلك ربنا ادلنا مثل لليهود مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، هم حملوا التوراة هم مش عارفين إيه مش عارفين. يبقى إذن الصنفان صنف يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه، وصنف آخر يقرأ الكتاب ولا يعلم الإيه ولا يعلم المطلوب منه. وإنهم إلا يظنون أن ما قيل في الفهم وفي الاجتهاد هو ده الإيه هو ده الصح. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإيه وإنهم إلا يظنون. بعد ذلك قال مدام ومنهم قلنا ايه لازم يبقى فيه ومنهم، ما قالش ومنهم لانه ما بيكلمنيش كده. شوف القرآن قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يبقى أكن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي التي جاءت لي بالقسم هو بالقسم الثاني اللي ومنهم. إنما لو قال ومنهم أميون وبعدين قال ومنهم كذا يبقى كده تشقيق زي تشقيق المناطق مش أساليب كده إعجازية. وقال ومنهم كذا لا، فاكتفى بأن يأتي بالجزاء في مقابل ومنهم، اكتفى أن يأتي بالإيه بالجزاء في مقابل ومنهم. فكأنه اكتفى بالعقل المستقبل للقرآن أنه سيعرف حين يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، اكتفى بأن القارئ سيقرأ هذه ويستنبط هنا قال ومنهم غير أميين، فعجل لنا بالجزاء لهم وقال مقابل ومنهم أميون فويل للذين يكتبون الإيه شب بقى الإقبال على الجزاء، الإقبال على الجزاء، لأنه لو قال ومنهم غير أميين فويل لهم يبقى الجزاء بعيد شوي، إنما الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفجأ الأمر بالإيه بالجزاء على طول كده عشان اللي احنا فهمناه. وأيضا يريد أن من يقرأ القرآن لا يعتبر القرآن قضية قانونية بقى ومادة أولى ومادة تانية وبتاع، بل عايز العقل الإيه عقل البشر يبقى متفتح لكل هذه الأشياء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا ربنا يزيدك نور. هنا نلاحظ ملحظ أن كلمة ويل في اللغة تستعمل وتستعمل معها كلمة ويح، نقول ويح فلان، وتستعمل كلمة ويس، ثلاث كلمات ويل وويح وويس، دي تستعمل
للهلاك، ويل يعني هلاك، وتستعمل للعذاب، وتستعمل للتقبيح، وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان. ولذلك هناك إيه؟ يا ويلتا لقد كنا في غفلة من هذا، كأنهم الوقت بيتحسروا على إيه؟ على اللي فات. كلمة إيه؟ تحسر. والتقبيح أيضا. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما إيه؟ تصفون، قبح لهذه الأوصاف اللي انت فإذا هي تأتي للعذاب، تأتي للهلاك، تأتي للإيه؟ للتقبيح، تأتي للتحسر وقت مجيء عذاب على أمر لا يمكن أن يتدارك، لا يمكن أن وتأتي للخزي. خذ كل الإيه؟ كل المعاني دي. وقيل إن الويل واد في جهنم يهوي المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا أعوذ بالله من الشيطان. إذا كلها إيه؟ لا حول ولا قوة. في معنى الهلاك، وفي معنى العذاب، وفي معنى التقبيح، وفي معنى التحسر، وفي معنى الهم، وفي معنى الخزي، وكل دي في كلمة إيه؟ ويل. كلمة إيه؟ ويل. فويل قال لك ليه؟ لأن عذابهم هيبقى مضاعف، عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين؟ الغلابة الأميين، الغلابة الأولانيين دول غلابة، لكن بما لا يعفي الأولانيين مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا إيه؟ عذاب. لأن كان المنطق إن دول برضو إيه؟ يسألهم ويتنبهم إلى الأشياء دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما هي يكتبون مفهوم كده إنها؟ قال لك لا، لأن الاستعمالات قد تأتي في الإسناد إلى الملابس، يعني اللي فعل الفعل، وقد تأتي في الإسناد إلى من أمر بالفعل. كما يقول مثلا رئيس الدولة ألم أكتب إليك كتابا بكذا، وما كتبوش ولا أي حاجة، إنما كتب بأمره. لكن لما يقول أنا كتبته بيدي، ولذلك لما يكون حاجة مهمة أو يكتب إيه؟ بإيده. فبقول بقى مش مكتوب لهم، لا. فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم. ولذلك كلمة الكتابة بالإيدي يجيب الملابس، الملابس الحقيقي للفعل، علشان يديني إن ما حدش له إيه؟ له دخل في الإيه؟ ولذلك شوف لما قال إيه؟ استكبرت لما خلقت بيدي. أولم يروا أن إيه؟ عملت أيدينا، عملت أيدينا أنعاما فهم لها إيه؟ يبقى وخلقت بيدي دليل على أني أخلق بوسائل وبأسباب، وأخلق بيدي، وما دام أخلق بيدي يبقى أنا الإيه؟ أنا المباشر، أنا المباشر للإيه؟ للفعل. فيبقى إذن معناها في قول الله سبحانه وتعالى فهو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله. يبقى خدوا لهم إيه؟ السلطة اللي بنقول عليها السلطة الزمنية. السلطة الزمنية. ايه السلطة الزمنية بقى؟ الاول زي ما قلنا ان كان كل حاجة يختلف فيها الناس يذهبون الى الكهان والى الجماعة اللي هم في قضية الدين، اي حاجة في اي حكم. ليه؟ لان الناس حين تختلف تريد من تستتر وراء حكمه بكبريائها، يعني لا انهزم امامك ولا تنهزم امامي. نقوم نقول احنا ارتضينا ان فلان يحكم، يوم لما فلان يحكم يبقى لي انا هزمت ليك ولا انت انهزمت لي. فكأن تشريع السماء جاي عشان ايه؟ تشريع السماء انما جاء ليستتر الناس فيه من كبريائهم عشان ما ننهزمش. يبقى ولذلك قلت سابقا يجب أن تتنبهم إلى المثل العام، يقول اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرج دم. مدام اللي قطعه الشرع، مدام اللي قطعه الشرع يبقى ما يخرج دم خلاص ولا في أي حاجة. إذن فحين أخطع أنا وأنت لحكم الله يبقى لا غضاضة على أحد، لا غضاضة على أحد.
إذن فحكم الله جاء ليستتر كبرياء البشر أمام البشر. فكانوا كل خلاف يحدث نقول نروح لرجال الدين يحكموا بيننا، فيحكموا رجال الدين. إذا حكم رجال الدين والخاص وحكم وانتهت المسألة خلاص مفيش قاعدة. لكن لما أخذ رجال الدين لنفسهم سلطة زمنية والمحكوم لهم جربوا عليهم خلافا في قضايا متشابهة، حكم في قضية بحكم ثم جاء في قضية مماثلة فحكم بحكم إيه؟ يقول ده لو كان حق يعني كده عدل ما كان يتغير الحكم. إذن ده دول لهم إيه هوا، فابتدأوا إيه لا يثقون في هؤلاء وقالوا لا نضع إحنا التخريدات. إذن فالتقنينات لم تخرج من منطقة السماء بواسطة الكهنة والناس اللي كانوا بيخدموا المعابد وإلى آخره إلا حين أخذوا سلطة إيه؟ زمنية. وهم لما يكتبوا الكتاب يقولوا هذا من عند الله، علشان لماذا؟ ليخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذ الحكم بدون أن يناقش. وما دام سيأخذ الحكم بدون أن يناقش يبقوا هم اللي بيشرعوا ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه؟ هذا من عند الله. طب بس يكتبون الكتاب بس كده؟ قال لك لان الكتب ده علامه الايه؟ التسجيل. علامه تسجيل يعني كلامه ايه؟ مسجل. كلام مسجل. طيب ويبقى الويل برضو، اذا الويل لكل نقصها بقى، الويل لكل من ياتي بحكم خاضع لهواه ثم يقول هذا حكم الله. مش هو كده؟ مش قد بعضها؟ قد بعضها تمام. تيجي لأي حكم تريد أن تخدم به هوا في نفسك ثم تقول هو من إيه؟ من عند الله. من عند الله، وتقعد برضو تزين التشريعات الفاسدة وتبررها وتقول هذا من عند الإيه؟ ليه؟ لأنك تعلم أن وتر الدين في النفوس وتر حساس، وأن الناس خميرتها موجودة الدينية، فأنت تريد أن تجعل من هواك شرعا لله وتقول لا هذا هو شرع الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه؟ هذا من عند الله. شو بقى العلة؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به ثمنا قلنا بقى اعرفهم إنني ساعة أشتري لا أشتري ثمنا وإنما أشتري بثمن، أنا أدفع يبقى الثمن مني. أيوة. انما انت بتشتري ثمن ولا بتدفع ثمن؟ شوف عكس السلعه زي ما قلنا هناك، قلنا عكس الايه؟ الاصول انني ادفع ثمن لاخد سلعه، انت بتدفع هنا عشان تاخد ثمن، انت بتدفع علشان تاخد ثمن. نقوم نقول له ادي اول قضيه في عكس السلعه، يبقى انت عكست السلعه، الذي كان مفروضا ان يكون ثمنا جعلته سلعه، واللي مفروض انه يكون سلعة جعلته ثمن. ويهرته ثمن له قيمة، ليته ثمن له قيمة، وانما ايه؟ ثمن قليل. ليه؟ لان امور التكليف من الله الذي سمنها الغني الاعلى وهو الله، اللي تمنها مين؟ الغني الاعلى. والأسمان اللي انتوا عملتوها دي انتوا اللي وضعتوها، قلت دي تمنها 10 ودي تمنها 20 ودي تمنها، يبقى مهما على فهو ثمن ايه؟ قليل. ليه؟ وايضا انتفاعك بالثمن سيكون موقوت المدة وموقوت النفع، والثمن الذي يعطيه الله ثمنا للتكليف مش موقوت المدة ولا موقوت الايه؟ النفع. فلذلك قلنا كل ثمن يقابل منهج الله يعتبر ثمن ايه؟ قليل. ثمن قليل. اللهم امين. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. شوف كم مرة الويل جه. أولا استهلت الآيات بإيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وعلشان يمكن طول العبارة كده وطول كم جملة جت ينسيك الجزاء،
يقوم يكرر كلمة الجزاء علشان يعمل ايه؟ عشان يوصل بالمخافة. الفويل لهم مما كتبت. طب ما هو قال الأول الفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وبرضه يجي في الآخر بقى بعد ما يقول لك عملوا كده ليه، أم قال لك فويل لهم مما كتبت أيديهم، وكررها لنفسه، وبعدين قال وويل لهم مما يكسبون. طب يقول لهم مما كتبت، ساعة الكتب من عندهم دي لهم عليه ويل، دي لهم عليه ويل، وساعة استغلاله يبقى لهم ويل أيضا. يعني ساعة ما كتبهم، لأن هم مش ساعة ما حبوا يبيعوا الصفقة كتبهم، ده هم كتبوا مجهزوا نفسهم وحطوهم وبعدين استغلوها بقى التداول. يبقى لهم الويل وإن لم يكتسبوا شيئا، لأن حيجي واحد يقرأ اللي كتبوه وياخدوا على أن حكم، يمكن يكتبوا ولا يلحقش يبيع منه، يمكن يكتبه ولا يلحقش، يبقى مجرد كتبه له الويل. وبعدين لما يجي بقى يستغل ما كتب يبقى ده ويل تاني، يبقى ده ويل. انظروا بقى إلى قول الحق، ويل لهم مما يكسبون. يكسبون كلمة كسب ديا، وحتيجي أيضا في آية تانية بلى من كسب سيئة، كلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يكون فيه علاج تريد به جلب نفع أو دفع ضر، جلب نفع أو دفع، يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. لكن الملاحظ إن فيه كسب وفيه اكتسب، فيه كسب وفيه اكتسب. عادة إن كلمة كسب تأتي في الشيء الإيه؟ النافع. اكتسب تأتي في الآثام، تأتي ليه؟ كأن من طبيعة الفطرة والطبع السليم إن هو ما يستعملش أبدا أفعال جوارحه إلا فيما يعود عليه بالإيه؟ بالنفع. فإن حاولت أن تجعل جوارحك تقبل على حدث أو على عمل يجلب لك ضر، يبقى دي مش كسب طبيعي، ده إيه؟ تفاعل في الكسب، اكتساب، اسمه اكتساب. هنا بقى كلمة كسب، ما دامت هنعمل جارحة من الجوارح لتفعل، أولا يجب أن نفهم أن هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل. الفعل والعمل في ظاهر الأمر إن المعنى واحد، الفعل هو الإيه؟ العمل. نيجي نلاقي القرآن جعل فيه مقابل، لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى كأن الفعل هو عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، والقول عمل اللسان. يبقى إذن الفعل يقابله القول، والفعل والقول كلاهما عمل. الفعل والقول، ولذلك حيجي يقولك من يعمل ومن عمل، مش بس من فعل. طب اللي قال كلمة طيبة ما يجازاش عليها يعني؟ ده أول ما بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى إذا نقول له دي من العمل مش من الفعل. يبقى فيه عمل، فيه إيه؟ فعل ويقابله لا قول، وكلاهما عمل. يبقى ما هو العمل؟ العمل هو توجيه أي جارحة من الجوارح لتؤدي مهمتها، والفعل هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدي مهمتها، والقول توجيه اللسان ليوجه مهمته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل الحديث.